كانت المشاركة العراقية في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بعشر فرق من مختلف المحافظات، وحقق العراق المركز الأول في تاريخ البطولة في مسابقة الابتكار، وهو إنجاز فريد على مستوى الوطن العربي. اليوم معنا في الاستوديو نائب رئيس الوفد العراقي المشارك في البطولة الدكتور أحمد عبد العظيم العزاوي والمشارك مهدي علاء. نرحب بكم، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك مهدي. صباح الخير ومبارك لكم كذلك على هذا الإنجاز. سعيدين بوجودكم دائما ويانا بصباحكم، وأنتم تحملون دائما النجاح والأخبار الحلوة والسارة جدا. هذه المشاركة هي مهمة بمشاركة تسع محافظات عراقية، وأكيد المركز الأول دائما يكون من نصيب العراق. الحمد لله. أكو ميزة بهذا الموضوع لو هي مصادفة؟ طبعا بداية أنا أشكركم صراحة اليو تي في، يعني أنت برا صاحبة فضل علينا، لأن بعد مشاركتنا في قطر في العام الماضي هذه المشاركة الثالثة بالنسبة للعراق. اشتركنا البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، نعم. هاي نسختها 15 حقيقة، بس العراق هذا ثالث مرة يشترك بها. نعم. إذا نتكلم أن نأخذ المركز الأول فحقيقة هو فخر لنا وفخر للعراق بكل أن إحنا نشترك في بطولة على مستوى عربي أو مستوى دولي إذا أريد نسميه، بمختلف الفئات بمختلف المسابقات، ونحصل للمركز الأول. وغالبا يقول لك العراق وين وضعه بالذكاء الاصطناعي والروبوت، فهذا حقيقة بالنسبة لنا منجز وفخر. صحيح. إحنا يمكن خلينا شوية نتكلم مع مهدي. نبارك لك على هذا الإنجاز، وصراحة إحنا قاعد نشوف إنه أنت اليوم إحنا مثل ما ذكرنا المرتب الأول، هذا شيء يمكن خصوصا بظل الكلام اللي قاعدين قالوا إنه إحنا في شوية في متأخرين عن بقية الدول، واليوم أنت قاعد تتكلم عن مشاركات كثيرة موجودة، فياريت لو تحدثنا أكثر عن المشاركة ومشاركتك أنت بالذات بهذه المسابقة. إحنا كانت هاي أغلبيتنا، إحنا أول مشاركة كعربية. نعم. أول شيء إحنا حققنا بطولة الوطنية اللي تأهلتنا للبطولة العربية. إذا أنت عندك إنجاز يعني الأول اللي هي الوطنية. البطولة الوطنية اللي أهلتني للبطولة العربية. الوطنية كانت بشنو لو نحدد؟ نفس الأربع فئات كانت. إحنا عندنا فئات المتتبع الخط وجامع الكرات والسومة والابتكار. نعم. فمتتبع الخط أخذت من المركز الأول بالبطولة الوطنية، فأهلتني للمسابقة العربية للمتتبع الخط، والحمد لله شاركنا وأخذنا جائزة أفضل استراتيجية. كانت مشاركة أولى بالنسبة لي كبطولة عربية، تجربة أول مرة أخوضها، يعني أخذتها وطنيا وليس عربيا. تجربة حلوة، أفكار جديدة شفنا. أشياء شلون ثقافات جديدة. الاختلاط أيضا كان له دور مهم. الاختلاط وأفكار جديدة تدخل لك أنت كمبرمج وصانع روبوتات أنت ما شايفها قبل. كانت مشاركة حلوة الحمد لله. وتكون على اطلاع دائم أيضا حتى تشوف شنو اللي يصير. صحيح. تكون صداقات عربية نفس مستواك أو اهتماماتك الروبوت.